قادرة يا حماتي، تعبانة، عندك ايه يا بنتي؟ بطني وجعاني، بتتقطع بطنك وجعك بتتقطع؟ من ساعة ما كانت عندك البتاع ده، بطني مش قادرة منها. انت اوعي تقولي ان انا مش مسامحة بالاكل. مش عارفة، لا انا مسامحة، خدت كل الحاجات دي، ما فيش حاجة جايبة نتيجة، مش قادرة. ما فيش حاجة جايبة يا اما، لا انا مسامحة بالاكل واللي بياكل عندي، والله بقول بألف هنا وشفا. ما اوعي تقولي فكري لي وتفكري بالفكرة الوحشة دي، والله كل اللي ياكل اقول بألف هنا وشفا. حتى لو اديت لحد حاجه اقول يا رب يبارك له فيها وياكلها ويفرح ويتهنى بيها. تعبانه يعني انا بدعي له اللي هو ربنا يكرمه، لكن تقولي لي انا بصيت لك في الاكل ولا عيني وحشه ولا دعيت عليك ولا حاجه؟ طب ايه يمكن كنت مزوده الدهون فيه ولا سمنه؟ ولا دهون ولا حاجه يا اختي، والله ما بحط دهون على الاكل. انا حد ورحت رجعت في البيت. رجعت في البيت؟ امال ايه؟ ما قدرت كنتوا وجعكوا جايين تستغلوني. ايوه روح اعمل لهم احضر في الاسم اللي انا بوصيكوا الحاجه. امال ايه؟ امال لو انتوا خدت العلاجات كلها مش حاجه جايبه نتيجه. مش حاجه جايبه نتيجه؟ مش حاجه جايبه نتيجه، اعمل ايه؟ اتفرجي. انا لفت الميه اللي حماتك اتوضت بيها واقري عليها قران. اللي اتوضت بيها؟ ازاي دي يا اختي؟ قالوا لي اول مره اسمع عن الحكايه دي. على جسمك هتخف. امال ايه؟ اديني بقى يا حماتي الوضوء بتاعك عشان احطه على جسمك. لسه يا بنتي بتوضي مسليه الدور والله؟ ولا في ميه هتوضى تاني؟ اما اجي اصلي العصر بقى انا كل شويه هتوضى ولا ايه؟ ماشي مش قادره. من عدلتك قوي يا خي، هتوضى كل شويه عشان ده انت قرفانه ومزهقاني وما بتنزلي غير لما احمل الاكل والحاجه وتاكلها وتطلعي. هو انت اول مره تاكل عندي؟ انت كل شويه بتاكلي. انا والله اقسم بالله كنت وجعانه، اعمل لك ايه؟ امبارح انا روحت رجعت. تعملي ايه؟ تعملي ايه يا اختي؟ انت وامك عمال تتكلموا. البت يا كمان تعبانه. البت مين يا اختي؟ هنعمل ايه طيب؟ بقول لك ايه، ما تقعديش تجيبي لي دستك العلاج بقى. العلاج ده كله ما كفاكيش، ما جابش معاكي نتيجه. ده علاج اهو للقولون، وده علاج للقولون. هو كل ده ما عملش بطنك ولا المطهر المعوي كمان اهو؟ ايه ده كل ده ما عملتش حتى المضاد الحيوي؟ ما عملتش حاجه ولا العلاج ده ما عملتش حاجه ليه؟ يا معدتك فيها ايه؟ شوف انت بقى بترمرمي بعد ما تطلعي من عندي وتاكلي. انا ما كنتش غير سندوتش جبنه على الفطار، وكلت بعدها الاكل اللي كلته عندي ما كلتش تاني. لا انا ما الصراحه انا بسامح في اكلي وفي حاجتي والحمد لله. طب يمكن السفندي هو اللي عمل لي كده؟ انت ما تاكلوش سفندي طالما معدتك وضعك، ان السفندي ده عاملاه. والنبي انا ما بجيب، وانا بجيب الموز اكله طري شويه على وحتى مش حته معدتي الصراحه. كلت واحده بس ما زودتش. ما زودتيش؟ اه واحدة تعمل مخية كده. مش قادرة. بس أنا الصراحة أقول لك على حاجة، أنا أكلت وشربت وكلنا هاتلين يا أختي من الأكل. أنت اللي بتقولي بطنة وجعتني وبنتك بتقول بطنة وجعتني. أنا معرفش في إيه، أنت وبنتك عيانين وجايين ترموا بلوتكوا عليا. الصراحة. بترموا بلوتكوا عليا وتقولوا بطنة ومش بطنة. روحي بقى المستشفى يديكوا محلول ولا حاجة. معايا طيب نروح. معاكي فين؟ انا قادره امشي. ما تروحيش يا اختي. لا انا ما حدش يقول لي روح ولا تعالى. انا ما تسنديني حتى. لا ما سندكيش يا بنتك، تسندك واحد. انت بنت عيانه. عيانه روحوا يا اختي. انا مالك؟ واحنا فاتحينها مستشفى، انت وبنتك جايه؟ ولا احنا فاتحينها مستشفى العيان يجي يجري عندنا؟ ده احنا عيانين ومتنقلين بست جنيه وربنا. ايه ده يا اختي؟ مش قادره. مش قادره ايه يا امو؟ مش قادره انت. اسكتي يا اختي. يا هايدي دواء عندي مغص. ربنا يشفيك يا بنتي. انت مش اخده الحاجات انت امك؟ ابعدوا عني بقى، ابعدوا عني بقى، ما تقعدوش تقولوا عيانه ومش عيانه. انا مش ناقصاكم الصراحه. مش قادره يا حماتي. مش قادره. لا يا هادي يا هادي، انا مش دواء يا اختي. انا ليك عليا، انا بعمل الاكل، بغسل ايديا وبنضفه وبنضف كل حاجه. وبنتي انت زي الفل، ما بقعدش اعك ولا اعمل حاجه. والحاجه اللي بتتعبنا ما بنجيبوهاش والله. ولا احط شطه حراقه، ولا احط فلفل اسود ياما، حاجه بسيطه كده. ولا البهارات دي ما احطهاش اصلا. حتى بعمله كده، بعمل شوربه خضار ولا سبك ولا لبك. ما بعمل شوربه خضار. هيك بتعمل الاكل. هاتي بوصمات بقى ناشف ولا حاجه. هاتي بوصمات وكل خلاص اعملي اللي انت عايزاه، بس ما تقوليش اعمل لك عشان ما تقوليش بطني وجعتك. ما وجعتنيش ولا بطنك وجعتك ولا بطن وجعتك. اعمل ايه اللي انا فيه؟ انا مش قادره طبيعي وتعبانه. ما مش قادره طبيعي صراحه. مش قادره صراحه. ده بقى بيسمع كمان في ظهري.
يبقى انت حامل اختي وتضحك عليا بقى. بقى انت حامل وتضحك عليا وتقول لي بطني. الحمد لله يا رب. خد يا بنت امك وروحي المستشفى ما تصعبطيش عليا انا مش قادره. انت وبنتك خد امك وروحي المستشفى يا بنت. خدي وروحي انا مش مستعصه الصعبات. تاخدوكوا 10 جنيه تركبوا بيها. اوكي. خديكوا 10 جنيه هيركبوا بيها وخلاص. يا ساتر يا رب. يا لهوي. 10 جنيه جديده اهي. انت وامك ركبوا بيها وسطكم. طب هو كل واحد بيديني 5 جنيه. اديكوا 5 جنيه؟ طب اديكم معاكم فلوس اهو. جاي انت سوق التناحة عليا. وايه ده؟ انتوا تنحين صحيح. تعمل ايه حضرتك؟ انا عايزه 20 جنيه. لا هي 10 جنيه تركبي بقى مواصلات وخلاص. انت ما معكيش يا اختي فلوس؟ هو ايه؟ طب انا رحت اقبض ولا ما قبضت هديكوا فلوس من هنا معايا كده؟ انا مالي؟ هتروحي تخلي جوزك يتشغل. ما انا بقول لك انا رحت اقبض ما قبضتش هعمل ايه يعني؟ هو في قبض ولا بيمين دلوقتي؟ اسبوعك يومين ولا ثلاثه بقى لما اقبض ابقى 100 جنيه ولا 200 جنيه؟ لكن والله رحت ما قبضتش. استنى بقول لك انا بكره وجعان وما عندكيش حتى دواء. ما عنديش حاجة يا اخي. خد ال 10 جنيه وروح المستشفى الحكومة وما استعملتي عليهم.